علماء الراث الأنبياء كما أتانا عن أبي الدرداء. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل خير وأحب إلى الله من هذه العشر. ولم يحدد نوعا معينا من الأعمال الصالحة، فيجتهد المسلم في الأعمال الصالحة من تكبير، وهذا شعار هذه الأيام: اذكروا الله في أيام معلومات، هي عشر ذي الحجة، وذلك بالتكبير تهليل والتسبيح، ويكثر من هذا، وكذلك الصيام يصوم عشر ذي الحجة، وكذلك سائر الطاعات يجتهد في هذه الأيام، لأنها أيام مباركة والعمل فيها يعني فيه فضل عظيم وأجر كبير، فهي أيام فاضلة ومباركة. وأما عرفة، يوم عرفة، فالحاج لا يستحب له أن يصوم يوم عرفة من أجل أن يتقوى على الوقوف، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف مفطرا وشرب اللبن والناس ينظرون إليه ليعلموا أنه ليس بصائم، وإنما الصيام على غير الواقف بعرفة.